الآن. اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهجمات التي تعرضت لها المرافق النفطية في السعودية والإمارات أعمال إرهابية صريحة، وشدد الرئيس السيسي على أن تلك الهجمات تتطلب موقفا واضحا من كل المجتمع الدولي لإدانتها أولا، ثم للعمل بجميع الوسائل لردع مرتكبيها ومحاسبتهم ومنع تكرار هذه الاعتداءات على الأمن القومي العربي وعلى السلم والأمن الدوليين. وأكد السيسي أن على العرب مسؤولية لتفعيل آليات التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب. دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى اتخاذ إجراء حاسم لوقف الأنشطة التخريبية الإيرانية بالمنطقة، هذا وقد أكدت القمة العربية الطارئة في بيانها الختامي حق السعودية في الدفاع عن أراضيها. واستنكر بيان القمة استمرار إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية الصنع على السعودية، مشددا على مساندة الدول العربية لأي إجراءات تتخذها المملكة ضد تلك الاعتداءات. وطالب البيان الختامي المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران وأنشطتها المزعومة للاستقرار في المنطقة. أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم عن أمله أن تحذو ألمانيا حذو بريطانيا وتحذر حزب الله الإرهابي، هذا وقد وجه وزير الخارجية الأمريكي الشكر لألمانيا على قرارها منع طائرات شركة إيرانية من الهبوط في مطاراتها. وأضاف بومبيو أن إيران لم تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أن نشاطات إيران الصاروخية تتناقض مع القرارات الأممية. وكان بومبيو قد بدأ اليوم جولة أوروبية تستغرق 5 أيام بزيارة مؤجلة لبرلين. وفي الشأن المحلي، عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمتابعة موقف المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام بعدد من الملفات المهمة التي كلف بها الرئيس السيسي، ويأتي على رأسها سرعة الانتهاء من تحصيل حق الدولة مع تقنين التعديات على الأراضي مع منع أي تعديات جديدة. وخلال الاجتماع استعرض محافظ الشرقية إجمالي عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها بالمحافظة بواقع 29 كنيسة. تفقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تشطيبات أعمال تطوير استاد القاهرة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وبرفقته دكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربي ودكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. واستعرض وزير الشباب والرياضة ما تم من تطوير داخل الاستاد، حيث تم إضافة غرف جديدة لخلع الملابس وإنهاء متطلبات الاتحاد الإفريقي بالاستاد. كما تفقد مدبولي أرضية الاستاد التي تم الانتهاء من الأعمال بها لتكون على أكمل وجه مع انطلاق البطولة. كما وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع القائمين على عمليات التطوير.